الموديول التاني هيكون من اخطر الحاجات اللي بتجيلنا، ارخص تحاليل واهم تحاليل، اليورين اناليسيز والستول اناليسيز او تحليل البول والبراز. ده يعتبر ارخص مع التحليل في المعمل، وفي من خلال خبرتي انا ودراستي اعتبره اخطر تحليل. اليورين اناليسيز او اليورين ريبورت بقى بلاقيه في 26 بارامتر، بنلاقي كده تحليل البول اللي هو في بعض المناطق ب 10 جنيه، ما عادش حتى تمن سندوتش يؤكل، ده بيبقى فيه 26 بارامتر، كل بارامتر فيهم يتحدث عن مشكلة ممكن تحصل داخل الجسم. فأنا لو عملته بإتقان جدا واستفاد منه المريض ممكن يغنيه زي ما قلنا بأقل التكاليف على إنه يجرى فحوصات كتير. فهنبدأ نتكلم عن اليورينري سيستم إزاي من بره من غير ما أعمل أشعة أعرف المريض بيشاور فين وإيه اللي تعبان، وهل ده فعلا في اليورينري سيستم ولا لأ. فلازم بقى أستوفي الأول حاجة سيرفس أناتومي على السطح كده من غير ما المريض أبقى عارف إنه واقف قدامي وأنا شايف التشريح بتاعه وشايف الأماكن ديت وظيفتها إيه والخلل فيها إيه، فأقدر أعرف قبل ما أخد عينة اليورين إن فعلا عنده يورينري ديس اوردر ولا لا. السامبلنج والتايمنج بتاعها، اخد يورين قد ايه حجم وامتى، ولو مش هشتغل فيه دلوقتي ازاي احفظه بالصوره اللي خرج عليها من الجسم بحيث يكون معبر عن حاله المريض ما يكونش حصل فيها اي موديفيكيشنز. بعد كده بعمل فيزيكال اكزام لعينه اليورين ديت، بعمل كيميكال اكزام، كل واحده من دولت لها البارامترز بتاعتها هنتعرف عليها. والكيميكال اكزام سواء باليورين ستريبس امتى استعملها وامتى اتجنبها، مش في كل الاحوال اليورين ستريبس بتديني اكيوريت ريزلت عن الكيميكال ديس اوردر اللي موجود في اليورين سامبل. بعد كده هنبص عليها تحت الميكروسكوب، هنشوف طبعا عملها سنترفيجيشن زي ما قلنا، ونشوف تحت الميكروسكوب معانا شرايح، معانا فيديوهات، معانا حاجات للحالات الشاذة اللي نادر ان احنا نشوفها هنقدر نشوفها قدامنا لو ما كانش في عينة فعلية ليها. بعد كده ازاي اصيغ النتائج ديت في تقرير عن تحليل اليورين ده. في عندي اختبار المزرعه اللي هو بين الناس بيقولوا عليه المزرعه، اللي هو المقصود علميا بالكالتشر اند سنسيتيفيتي، ازاي ازرع عينه اليورين واعمل عليها سنسيتيفيتي تيست عشان اختار الانتيبيوتيك اوف تشويس. في ناس بيتنزل حصوات والحصوات دي لازم احللها واعرف هي ايه عشان قبل ما تتكون اكون انا عاطي المريض حاجات تتجنب البريسبتيشنز بتاعت الحصوات ديت وانها تتكون مره تانية. في ناس عندها جينيتيك انهيرتنس دي الستون فورميشن، ازاي اعيشهم بحيث يتجنبوا. تلاقي واحد عمل عمليه استخراج حصوه مره واثنين وثلاثه، لا ممكن انا في المعمل اتجنب كل الحاجات دي. وزي ما قلت لو حليت مشكله كبيره زي دي ده بتكون احسن دعايه متحركه للمعمل. في اليورين اناليسيس مش اليورين سيستم ديس اوردر بس، لا ده في حاجات كتير قوي ممكن اعرفها من اليورين، ابتداء من حاجه بسيطه زي الحمل وانتهاء بتشخيص تيومر او سرطان داخل الجسم ممكن اعرفه من اليورين سامبل زي ما هنشوف مع بعض. اجي ليه الستول اناليسيس مش اقل اهميه من اليورين اناليسيس، لا ده الستول اناليسيس ممكن يديني الليفر فانكشن، ممكن يديني فكره عن الكومن بارازايتس او الانفكشوس ماركر اورجانيزم اللي داخل الجسم واللي ممكن تشكل خطوره جامده جدا. بالاضافه الى ان لو واحد عنده انيميا مزمنه، عندي الفيكال اوكالت بلاد تيست اللي هو اختبار الدم الخفي، عندي الهيليكو باكتر بايلوري اللي هي جرثومه المعده اللي هي بدات الناس تاخد بالها منها وبقى ليها صيت زايع دلوقتي في التحاليل. عندها هنشوف معظم الطفيليات المنتشره بين الناس، يعني زي البروتوزوال زي الانتاميبا والجايارد لامبليا، الديدان دايما مؤرقه للاطفال زي الانتروبيا سبرمكلارز او اللي هي البين وورم او الدوده الدبوسيه. طبعا البلاريسيا مع انها ما يعني ما عادتش بتشكل خطوره، او هنقول ليه برضو ليه اختفت البلاريسيا من عند معظم الناس، هل هي من نظافه شخصيه او لها عوامل اخرى. طبعا الديدان الشرطيه، وما ننساش الاسكاريس اللي هي ممكن تؤدي الى انسداد الامعاء، بالاضافه الى بعض طالما بنتكلم عن الطفيليات الى بعض البلاد بارازايتس اللي ممكن اقابلها في بعض المناطق في مصر. زي ما اتفقنا هيكون كل ده سواء اليورين اناليسيز او الستول اناليسيز
بعينات فعلية، وهنطلب من اللي شغال في معمل أو كده أو عن نفسي أنا، كل ناس عندها عينات قابلت عينات شاذة هنجيبها عشان نستفيد منها كلنا. إن ما كانش عندنا زي ما قلنا الأفلام الفيديو، عندنا سلايدز جاهزة هنشوفها مع بعض. بعد كده هنعمل اسيسمنت أو MCQ إكزام لتقييم الناس أو تقييم استيعابنا كلنا ليه اللي حصل في أثناء الموديول ده، بحيث نشوف فعلا هل الناس طلعت فاهمة وعارفة هتعمل إيه، ولا في ناس محتاجة إن احنا نتعاون معاهم تاني بحيث نستفيد من الموديول.